أزقة ضيقة ومبان أثرية متراصة أبدع الإنسان القديم في جعلها تسر الناظرين، وكأنها سحر قد اعتلى المكان. من مدخل هذا السوق القديم في مدينة إزرع، المدينة الكنعانية القديمة تجوب بين الحجارة، وكأنك تسلسل قصة من قصص القدامى، وتلاقيك على مقربة من السوق الأثري عمارات رومانية قديمة تفنن المعماريون في نحت صخورها البازلطية وإبداع رصفها. السوق القديم يعتبر سوق أثري مهم لما يحويه من أبنية أثرية ذات طابع أثري منحوت، حجر منقول منحوت، يحوي عدة محلات تجارية كانت تستخدم فترة الأربعينات، لا زال يحافظ على وضعه الحالي. تقوم شعبة آثار إزرع بالمحافظة على هذه الأبنية وإجراء جولات تفقدية. السوق الأثري سوق مهم، تحاول شعبة آثار إزرع ودائرة آثار درعا الحفاظ عليه والمحاولة قدر الإمكان والمستطاع توظيفها أثريا عن طريق مجلس مدينة إزرع بالفترات اللاحقة لاستخدامه سياحيا وتنشيطه سياحيا وأثريا لما تحويه من مباني أثرية مهمة. هذه المنطقة التي يتخلل بيوتها نقوش وسقوف متنوعة كانت محط أنظار الجميع من مختلف أقطاب العالم، ومزارا وملجأ للتجار من مختلف الحقب الزمنية، وكانت مقرا اقتصاديا واجتماعيا هاما يعود لتاريخ المنطقة. وقد مر في بيوتها زائرا الملك الظاهر بيبرس والقائد عبد القادر الجزائري. طبعا تاريخها يعود الى الالف الثالث قبل الميلاد. طبعا هالمدينه هاي اللي كانت تتبع لها 60 بلده ومدينه، وبفتره من الفترات كان يحكمها الملك عوج بن نون سنه 870 قبل الميلاد. فيها سوق، هذا السوق يستخدم كان سابقا حسب الفترات الزمنيه، كانوا تنتقل تجارته من هون الى اليمن والى العراق والى فلسطين ومصر. بال 1257 زار الظاهر بيبرس هاي المنطقه، طبعا زارها لتقديم الشكر لاهالي المنطقه لانه دعموه. اكثر ما يلفتك في هذه البلده القديمه بانها تقع ضمن تجمع زاخر بالابداع والحضاره، وترى في كل موقع منه حجرا قد تزين بما أراد الإنسان القديم بأن يترك فيه رسائله. وفي جولتك إليه وبمداخله المتعددة تتذوق طعم الجمال والمهارة والحضارة. من البلدة الأثرية في مدينة إزرع، مرح المقداد، الإخبارية السورية.